السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج متظاهرو النجف وشاركوا في تشييع جثمان الناشط صلاح العراقي الذي استشهد يوم أمس بعد استهدافه من قبل الميليشيات في منطقة بغداد الجديدة شرقية العاصمة بغداد، وسط هتافات تندد بسطوة الأحزاب والميليشيات في العراق. دعونا نشاهد. بالروح بالدم نبديك يا علي، بالروح بالدم نبديك يا شهيد، بالروح بالدم نبديك يا شهيد، بالروح بالدم. هاي رجالك يا وطن، هاي هاي رجالك يا وطن، هاي ضحت الدمع رفعت الراية، ضحت الدمع رفعت الراية، هاي رجالك يا وطن، هاي هاي رجالك يا وطن، هاي ضحت الدمع رفعت الراية، ضحت الدمع رفعت الراية. يا يما لا تبكي فرحوا عليني قبل الشهيد وطاح يا مقبة علي، لا يما لو طاح يا مقبة علي. الله أكبر يا علي والأحزاب كتلون، نبقى في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. وهناك تساؤل يطرح في الشارع العراقي، من وراء استهداف الناشطين والمتظاهرين؟ مقطع ستشاهدونه الآن يظهر الناشط في التظاهرات صلاح العراقي وبجانبه من يسمى بأبو عراق، وهو مقرب من التيار الصدري والذي كان في مشادة وخلاف مع الناشط صلاح العراقي كما سوابق مع متظاهرين وناشطين آخرين، مما يثبت عداءه لهم، حيث اتهمه ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بضلوعه في مقتل الناشط صلاح العراقي. كما يظهر المقطع الذي سنعرضه الآن كلاما مؤثرا للناشط صلاح العراقي وهو يرفض كل من يساوم على دم شهداء ثورة تشرين. دعونا نشاهد. دائما نقولها، دائما نقولها، نقول بس ابن الزنا وابن الحرام اللي يساوم واللي سقط بين اللي يساوم على دم الشهداء وعلى ثوار تشرين واللي باع باع. اسمعني، هو يسمعني كل الزين يسمعني، بس انا هذا البث خليته يحكي، يحكي اللي عنده واحنا نحكي اللي عندنا، ما نخاف ولا نجامل. القران الكريم، ما عندي تاج راس غير العراق، ولا يصير عندي تاج راس غير العراق. ها رسالة من قلت هاي الجملة، مع احترامي لكم اللي ساوم واللي خان ثوار تشرين، مقصود الهواي ناس، وقلت عليه ابن زنة. اي واحد يساوم على ثوار تشرين، احرار تشرين، امنيتي امنيتي نرجع، نرجع بقوة. شلون نرجع؟ شلون نرجع؟ إذا المندسين تارسة بغداد. ورد وسم تيار الإصلاح يقتل صلاح على منصة تويتر أو موقع تويتر في التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد أو نعرض لحضراتكم جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. في أول تغريدة لدينا من كرار العزاوي يقول: دمك ما راح يروح هدر، سوف نثأر بكل الطرق السلمية. في تغريدة أخرى علي يقول: تيار الإصلاح يقتل صلاح، الكل سكت وغض النظر عن الشعب العراقي وهو يذبح على يد الميليشيات بغطاء الدولة. تغريدة أخرى من محمد الربيعي يقول: تيار الإصلاح يقتل صلاح بزيهم الأسود والكاتم. وآخر التغريدات لدينا في هذا الوسم، هاجر تقول: إذا ما صرنا واحد راح نموت واحد واحد.
تكالبت الميليشيات والأحزاب على العراقيين واستفردت بكثير من الناشطين والبارزين في تظاهرات ثورة تشرين. ربما هذه رسالة من هاجر لكل العراقيين بالتوحد لهزيمة هذه الميليشيات وإغلاق الطريق أمامهم للدخول إلى تظاهرات ربما أو الاستفادة من وجود ثغرات في الثورة لرصد من هم بارزين فيها. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث خرجت تظاهرات لخريجي الجامعات قرب بوابة رئاسة الوزراء في بغداد للمطالبة بالتعيين وإنهاء تسويف حكومة الكاظمي لمطالبهم وسط هتافات ترفض التسويف الحكومي. دعونا نشاهد. هناك تعليقات وردت حول هذا المقطع في فيسبوك، دعونا نعرض لحضراتكم جزءا من ما ورد. في أول تعليق لدينا من أطياف تقول: أبطال العراق يحفظكم، الله يحفظكم وينصركم على أعدائكم. في تعليق من صباح المحمداوي يقول: الله يوفقكم الأبطال، استمروا حتى تأخذون حقوقكم. تعليق من طيف العبودي يقول: والله أبطال ما قصرت اليوم وإن شاء الله القادم خير. وفي آخر التعليقات لدينا في هذا الموضوع حازم أمين يقول: إن شاء الله تأخذون جميع حقوقكم المشروعة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، لكن نبقى مع قضية الخريجين. خريجو كليات الهندسة في محافظة البصرة صعدوا من تظاهراتهم وقاموا بغلق مصفى الشعيبة في المحافظة، وذلك بسبب التسويف الحكومي وعدم الاستجابة لمطالبهم بالتعيين. دعونا نشاهد. 16 كانون الأول تم قطع مصفى الشعيبة من قبل المهندسين، هذه خطوة من خلال تصعيدهم عسى ولعل استجابة من الرئيس، من السيد رئيس الوزراء، من معالي سيد وزير النفط، عسى ولعل استجابة لهؤلاء المهندسين، هؤلاء الكفاءات. وسم مطلبنا إدراجنا ضمن موازنة 2021 هو وسم عبر الناشطون من خلاله عن رفضهم للتسويف الحكومي لحقوق المهندسين وعدم الاستجابة لمطالبهم بالتعيين. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. هبة تقول: يفترش أرض الذهب كوسادة وهو خالي الوفاض، هذا حال المهندس اليوم من على أرض مصفى الشعيبة، ضرب، إهانة، دهس. الضمائر هم بعد تصحى تتساءل لو نقرأ على مهنة الهندسة السلام، تتساءل هبة أو هبة كما هي كاتبة اسمها. إيمان تقول: نحن الواجهة الحضارية للبلد، والاستمرار في تهميشنا هو إصرار على التخلف والكساد الإداري والتخصصي معا من أجل العراق. عبير تقول: إنصاف المهندسين حق دستوري لبلد يدعي الديمقراطية ويؤمن بحقوق الإنسان، أملنا بالأقلام الحرة والإعلام الصادق أن يشاركنا المطلب. في آخر التغريدات لدينا في هذا الوسم المهندسة زهراء تقول: وين حق المهندس البصري؟ تتساءل. كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. في خبر آخر، كشفت موظفة في البنك المركزي العراقي عن ملفات فساد في البنك مؤكدة حوزتها على إثباتات تدين مسؤولين حكوميين ودورهم في تمويل إيران وميليشياتها من أموال العراق وتهريب الدولار إلى خارج البلد. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه القصة دعونا نتابع هذا المقطع الذي تم خلال لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات العربية، فنشاهد.
هذا الفساد اللي صار واللي يصير واللي حيصير بعدهم مات، هذا لازم واحد يحكي عليه ويقول عنه الفساد من اوله لاخر، من المحافظ علي محسن اسماعيل اللي جوا ما عنده صلاحيات بيده، ماكو شيء، كله مسحوب منه. المدراء العامين اللي جوا ايده هم خمسه، هذول الصلاحيات بيدهم، هو لا يهش ولا يمش. عندك شو اسمه، عندك مدير عام الاداره صالح ماهود، مدير عام القانونيه مصطفى غالب، عندك مدير عام الصيرفه قسمه صالح، وعندك مات مدير عام المحاسبه احسان شمران. اكو ثلاث رؤوس فساد بالبنك المركزي، هذول تقدر تقول مثل الاذرع ايران بالعراق، هذول متحكمين بالبنك المركزي. اول واحد حمد الموسوي معروف عنده بنك الهدى، واكو همات علي غلام عنده مصرف الشرق الاوسط، واكو همات حسن ناصر اللامي، حسن ناصر جعفر اللامي عنده مصرف نور العراق وعبر العراق. هذا رجل كلش خطير، وهذا انا اريد افضحه لانه هو اخطر واحد بالنظام المالي بالبنك المركزي العراقي. هذا عنده قدره منافذه لبيع الدولار يعني العمله الاجنبيه لبرا، ماخذ البيانات والمستندات ويزورها ليحصل على كميه كبيره من الدولار وياخذها ويبيعها لبرا. دعونا نقرا لحضراتكم تعليقات وردت حول هذا المقطع في موقع فيسبوك. في اول تعليق لدينا من عمار الطائي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل خائن وما عنده ولاء لوطنه. تعليق آخر لدينا من ماجد إبراهيمي يقول: لا يوجد نقص أموال في العراق، لكن يوجد كثرة من السراق وسوء الإدارة. فائق عبد الشهابي يقول: شيء طبيعي في زمن حكم العصابات التابعة لإيران. هذا يراه فائق طبيعي. محمد مصلح الفهداوي يقول: إلى الله المشتكى. سرقة أموال العراق هو أمر دابت عليه حكومات ما بعد الاحتلال منذ 2003 لغاية اليوم، إلى أن أوصلت العراق أن يدان خارجيا بأكثر من 170 مليار دولار، وهو في طريقه طبعا لمزيد من الاقتراض ومزيد من الديون التي ستثقل كاهل أجيال العراق المستقبلية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين الفضائية للمشاهدين الكرام مقطع لمتظاهري قضاء الفاو، وهم يواصلون اعتصامهم أمام مستودع الفاو في محافظة البصرة للمطالبة بالتعيين والاستجابة لهم، كما لوحوا بالتصعيد والاعتصام أمام منزل وزير النفط في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. دعونا نشاهد. متظاهري قضاء الفاو بعد الانسحاب من أمام منزل السيد وزير إحسان عبد الجبار يمهلون السيد الوزير 72 ساعة لإتمام الموافقة على كتابهم وإرساله إلى شركة نفط البصرة، وفي حال عدم حصول الموافقة سنعاود الكرة مرة أخرى بالقطع ونصب الخيام والاعتصام مباشرة أمام منزل السيد وزير. الآن مع فقرة صندوق الوارد. وردتنا رسالة عبر منصتنا الإلكترونية في موقع فيسبوك، دعونا نقرأ لحضراتكم هذه الرسالة. الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الأزمة المالية المصطنعة من قبل حكومة الاحتلال في العراق وعوز العراقيين الحكومة تتبرع ببناء ملحق في الجامعة العربية كهدية، في حين عجزهم تأمين رواتب الموظفين وفقا لأحمد أبو الغيط خلال لقاء له على قناة القاهرة والناس منذ أيام. يرجى مناقشة وفضح هذا الحدث على قناتكم المحترمة. دائما ما تستمر قناة الرافدين في عرض فساد وفشل حكومات ما بعد الاحتلال وكيف تدير الدولة بالشكل الخاطئ الذي أوصل العراق إلى هوة سحيقة الآن، وأوصله في مراتب متقدمة من الفساد والفشل والضياع على كافة المستويات. تراعي دائما قناة الرافدين طلبات المشاهدين الكرام في مناقشة المواضيع التي يرغبون بطرحها وعرضها. نراكم بعد قليل.
الآن مع فقرة الهاشتاج، وردنا وسم عبر تويتر، طبعا هو متداول بشكل كبير: صلاح العراقي شهيد تشرين. هذا هاشتاج يتصدر قائمة الأكثر تداولا في العراق، حيث عبر من خلاله العراقيون عن غضبهم لاستهداف الناشط صلاح العراقي على يد الميليشيات يوم أمس في بغداد، حيث استنكروا استمرار القمع الميليشياوي ضد المتظاهرين والناشطين واستهدافهم من قبل الميليشيات. كما اختتم بعض المغردين كلامهم بعبارات للناشط صلاح العراقي، منها: نحن نموت بكرامة وأنتم تعيشون بذلة، والتي تحث على مواصلة الثورة حتى تحقيق المطالب. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. فاطمة الموسوي تقول: كيف يستطيع أن ينام القتلة؟ وصرخات الأمهات والآباء ترسل كل ليلة أو ترسل كل ليلة إلى السماء. في تغريدة من علي ثاني يقول: أردت صلاح حالهم يا شهيد فاغتالك، أردت صلاح حالهم يا شهيد فاغتالك أكثر من نادى بالإصلاح يا صلاح، رحمك الله ورحمك الله يا شهيد، كنت تشرينيا ولطالما أردت نيل الشهادة من أجل تشرين. في تغريدة من بلال يقول: صلاح العراقي شهيد تشرين، كلمات الشهيد قبل وفاته: نحن نموت بكرامة وأنتم تعيشون بذلة. وفي آخر التغريدات لدينا من أيوب يقول: صلاح العراقي شهيد تشرين، الاغتيالات بعلم الحكومة، وإلا أين نتائج لجان التحقيق التي شكلتها الأشهر الماضية؟ ليست فقط في الأشهر الماضية، لجان التحقيق منذ الاحتلال وهي لم تكشف عن نتيجة واقعية حقيقية ترضي الشعب العراقي، ولا تزال كثير من اللجان التحقيقية تعرقل بسبب السطوة والنفوذ وبسبب الفاسدين الذين يضغطون لحجب نتائج التحقيق. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة القصص المنوعة. في أول مقطع لدينا: توفي المزارع التركي الملقب بالجد حسن، الذي كفل 13 يتيما فلسطينيا في حياته، وكان يرسل إليهم ما يجنيه من بيع الحليب، وقد أوصى أبنائه بإكمال ما بدأه. دعونا نتعرف أكثر على هذا الموضوع من خلال المقطع الذي أعدته مجلة ميم، فلنشاهد. فإن مع المسك يسرا، إن مع Hasan amcanın 12. yetimi. Hasan amca sadece 12. yetimi. Maşallah maşallah. Eyvallah. Allah sıhhat kuvvet versin ya. كيف حالك؟ Nasılsınız diyor. Dua etsin. Amcamız biraz hasta hastanede. Onun duasına ihtiyacı var. Rabbena yeşfik ve halli lek evladek ve yuzurek. Mahmut okula gidiyor mu? Kaçıncı sınıfta? Evet gidiyor. 9. sınıfa gidiyor. Eyvallah, eyvallah. Mahmut hangi bölgede oturuyor? Kaymantaka Serkent'te. Han Yunus. Biz Mahmut'u görmekten dolayı mutlu olduk. Tabii. O çocuk maşallah 5 namaz vaktinde hep camide kılıyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Türkiye'den çok selam olsun kardeşlerimize. Tahiyyatı min Filistin ilkum.
Canlar başımızdan eksik etmesin. Yüreği senin kadar büyük adamlara ihtiyacımız var Hasan amca. Vallahi Allah senden razı olsun. ننتقل إلى موضوع آخر. وزارة الخزانة الأمريكية تعرضت لاختراق إلكتروني خطير، وذلك بالتزامن مع عطل واسع النطاق في خدمات شبكة جوجل الإلكترونية. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عبر المقطع الذي أعدته شبكة AJ Plus عربي، فلنشاهد. نبقى في الولايات المتحدة لكن ننتقل لموضوع آخر. شن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هجوما وصف بالأعنف على دونالد ترامب بسبب رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات. دعونا نشاهد هذا المقطع من إنتاج شبكة هيسبرس، فنشاهد. It's a position so extreme we've never seen it before. A position that refused to respect the will of the people, refused to respect the rule of law, and refused to honor our Constitution. Well exceeding the 270 electoral votes needed to secure victory. 306 electoral votes is the same number of electoral votes that Donald Trump and Vice President Pence received when they won in 2016. Excuse me. At the time, President Trump called his the Electoral College tally a landslide. By his own standards, these numbers represented a clear victory then, and I respectfully suggest they do so now. هذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.